نعاود حديثنا في الكلام عن الحياة الرهبانية. أريد أني أتكلم عن صفة من صفات الرهبنة وهي الهدوء. الهدوء من الصفات التي يتميز بها الراهب باستمرار إنه هادئ. ربما سكون قلبه وحياته نابع من حياة السكون التي يحياها كراهب. حياة الرهبنة يسمونها حياة السكون. وماري إسحاق يتكلم عن سكون الحواس، إن الحواس تكون هادئة لا تقول هنا وهناك ولا تجمع لنفسها أخبارا وأفكارا وصورا. وبسكون الحواس يدخل في سكون الفكر، الفكر يهدأ من الداخل، وبسكون الفكر يصل إلى سكون القلب. الإنسان اللي قلبه مضطرب لا يحيا حياة رهبانية، واللي فكره مضطرب لا يحيا حياة رهبانية، واللي حواسه مضطربة لا يحيا حياة رهبانية. الحياة الرهبانية تتميز بالهدوء، الهدوء الداخلي والهدوء الخارجي أيضا. أول شيء هدوء القلب، القلب هادئ، هادئ من جهة الرغبات وهادئ من جهة الانفعالات وهادئ من جهة ردود الفعل بالنسبة لأي أمر. قلب هادئ كأنه أعماق المحيط. القلب الهادئ وإن اضطربت الدنيا كلها من حوله هو لا يضطرب، وإن كان هناك صخب وضجيج من حوله يحتفظ بسكونه على الرغم من الصخب والضجيج. يمكن أن تحرك الجبل من مكانه ولا تحرك الساكن الوديع الهادئ من هدوءه. دي صفة بارزة وهامة من صفات الراهب، إنه دايما هادئ. هدوء القلب يعطيه هدوء في الأعصاب، فالراهب أعصابه هادئة لا يثور لا ينفعل لا يصخب لا يحتد لا يتشاجر لا يرفع صوته. شخص هادئ في أعصابه. كما قيل عن السيد المسيح في وداعته وهدوئه: لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، قصب مردودة لا يقصف وفتيل مدخنة لا يطفئ. دي طريقته كشخص وديع هادئ ساكن من الداخل أعصابه هادئة. الأعصاب المضطربة تدل على قلب مضطرب وتدل على نفس مضطربة.
وصاحبها لا يحيا حياة رهبانية. الناس في العالم إذا اضطربوا ربما لهم عذرهم إلى حد ما من أجل اضطراب الحياة حولهم، من أجل الأخبار التي تعصف بهم، من أجل التقلبات في الحياة وفي الأجواء المحيطة. كل يوم والتاني خبر له تأثيره وله ردود فعله، مشاكل عائلية ومشاكل اقتصادية ومشاكل اجتماعية ومشاكل في العمل، وممكن تجيب اضطراب وقلق. لكن الراهب ما عذره؟ صدقوني، جميع الأمور التي يضطرب من أجلها الراهب هي أمور تافهة. يعني لو يجلس بينه وبين نفسه يلاقي الحكاية ما تستحقش كل ده. الإنسان الروحي لا يعطي خطورة كبيرة للأمور التي يضطرب من أجلها الناس. الشيطان ممكن أن يكبر في الأمور ويصعبها ويضخم فيها لكي يزعج نفسية الإنسان، أما الإنسان الروحي فمهما تصاعدت الأمور ينظر ليها بعدم اهتمام. شخص مات عن العالم يهمه ايه اللي بيجرى فيه؟ عدم هدوء الاعصاب بيأتي من عدم هدوء القلب، وممكن اضطراب القلب يأتي من الرغبات اللي تعصف بيه. اذا الانسان اتته رغبة تحطمه الرغبة، لا تحطمه الاسباب الخارجية إنما تحطمه الرغبة التي في داخل نفسه. إنسان عنده رغبة يريد إن الرغبة تتحقق، لم تتحقق يضطرب. يريد إن الرغبة تتحقق، تأخرت في التحقق يضطرب. إنسان مات عن الرغبات ما يهموش حاجة، يعيش في هدوء في سلام باستمرار لأنه مات عن هذه الأمور. أهل العالم لهم رغبتهم، أما الرهبان فقد ماتوا عن العالم والأشياء التي في العالم. بل صدقوني حتى أهل العالم القديسين يتجردون من الرغبات أيضا، كما قال بولس الرسول وهو لم يكن راهبا. كان بتقول صحيح لكن ما كانش فيه رهبانة ساعات. قال ايه؟ قال عن الناس كلها مش على نفسه. قال يكون الذين يستعملون العالم كأنهم لا يستعملون. يكون الذين يستعملون العالم كأنهم لا يستعملون. ويوحنا الحبيب وهو أيضا وإن كان بتولا لم يكن راهبا وكان في رهبنة بيقول لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم لأن العالم يبيد شهوتهما. أهل العالم القديسين يتجردون أيضا عن الرغبات. منين ما تلاقي نفسك مضطرب ابحث، ربما تكون هناك رغبة في قلبك هي سبب اضطراب. جايز يضطرب الإنسان مش من أجل رغبة، من أجل كرامته الخاصة. إذا الإنسان اهتم بأمور الكرامة ممكن أن يتضايق من أي شيء يشعر أنه يمس كرامته. طب والراهب اللي بيعيش في حياة الاتضاع ده
الكرامة دي قيمتها ايه في نظره؟ الكرامة الحقيقية في نظره أن يكون على صورة الله ومثاله، هي دي الكرامة الحقيقية. الكرامة الحقيقية في نظره أن يكون نقيا، النقاوة الداخلية التي تؤهله للشركة مع الروح القدس وشركة ميراث القديسين. أما أمور العالم الثانية دي ملهاش قيمة. كان الآباء القديسون لا يضطربون ولا ينزعجون ولا يفقدون هدوءهم مهما كانت الأسباب، مهما كانت الأسباب، ولا حتى من مضايقات الشياطين. في مرة واحد من الرهبان اتضايق من الأخوة في المجمع وتصرفاتهم، فطلب أن يعيش في الوحدة. فقال له الأب الروحي: يا ابني، إن كنت لا تستطيع أن تحتمل مضايقات الأخوة في المجمع، فكيف تستطيع أن تحتمل مضايقات الشياطين في الوحدة؟ يعني معناها إن الإنسان مهما كانت هناك مضايقات من الأخوة لا يضطرب، إنما يدرب نفسه على حياة الهدوء والسكون في داخل القلب. كل ضيقة يأخذ منها الفضيلة الخاصة بها. يعني ربنا لما بيبعت ضيقة بيبعت وراها فضيلة. ما أخدتش الضيقة ما أخدتش الفضيلة، هربت من الضيقة هربت من الفضيلة، أن الضيقة بتحمل فضيلة. ولذلك نرى أن القديس الأنبا بولا السائح لا توجد له في البستان إلا عبارة واحدة فقط. لما تقرأ بستان الرهبان ما تلاقيش للأنبا بولا السائح غير جملة واحدة بس بيقول فيها: قال الأنبا بولا السائح: من هرب من الضيقة فقد هرب من الله. ليه؟ لأن الضيقة وراها فضيلة. ربنا بيبعث الضيقات عشان ناخد الفضائل اللي فيها. اللي بيهرب من الضيقة بيهرب من الله وبيهرب من الفضيلة. الشخص الهادئ في قلبه لا يضطرب لشيء مهما كانت الأسباب. القلب الخالي من الرغبات، الخالي من محبة الكرامة، اللي مات عن العالم باستمرار تجد هذا. والضيقات الخارجية لا تفقد هدوءه. ازاي؟ تصوروا داود النبي وهو لا كان راهب ولا حاجة، لكن متجوز عدد كبير من النساء ومن رجال العالم اللي بيشتغلوا فيه. قال: وإن قام علي جيش ففي ذلك أنا مطمئن، إن يحاربني جيش فلن يخاف قلبي، وإن قام علي قتال ففي هذا أنا مطمئن. حتى في القتال، حتى في القتال ومطمئن ومطمئن. ليه؟ لأن الهدوء يأخذه من الداخل وليس من الخارج. وهذه قاعدة أريدكم أن تحفظوها تماما. سلامك القلبي وهدوءك القلبي خذه من الداخل وليس من الخارج. أقولها تاني: سلامك القلبي وهدوءك القلبي خذه من الداخل وليس من الخارج. إن أخذت هدوءك من أسباب خارجية ممكن الأسباب تتغير فتبتدي انت تتغير معاها وتبتدي تتعب
والأسباب الخارجية ممكن تتحكم فيك، مرة تخليك هادي ومرة تخليك تعبان يبقى تفقد سلامك. لا، هدوءنا نأخذه من الداخل وسلامنا نأخذه من الداخل. من أي داخل؟ من القلب المتجرد عن الرغبات، ومن القلب الذي يسكن فيه روح الله ويعطيه ثمار الروح فرح وسلام. إذا هدأنا نحن تهدأ كل الأمور أمامنا، وإذا اضطربنا نحن تضطرب كل الأمور أمامنا. الحبة تبقى قبة، الحاجة البسيطة تبقى مشكلة، الكلمة الصغيرة تبقى زوبعة وبركان، وكل الأمور تضطرب أمامنا. لذلك كونوا هادئين. معلمنا بولس الرسول وهو يعاتب أهل كورنثوس قال لهم: فمنا مفتوح لكم أيها الكورنثيون، قلبنا متسع، لستم متضيقين فينا لكنكم متضيقون في أنفسكم. لذلك أقول كما لأبنائي: كونوا أنتم أيضا متسعين. يعني كونوا متسعين، يعني قطعة الطين إذا رمتها في كوب ماء تعكر كوب الماء، لكن إذا ألقتها في المحيط لا تعكر المحيط، لأن المحيط متسع يأخذها في أعماقه ويقدم لك ماء رائع. الحكاية هل أنت متسع ولا مش متسع؟ في كلمة معينة تتعب واحد ونفس الكلمة ما تتعبش واحد تاني، كلمة معينة تتعب واحد ونفس الكلمة لا تتعب غيره. ليه؟ لأن حالة القلب تختلف من هذا لذاك. هدوء القلب يأتي بهدوء الأعصاب، وهدوء الأعصاب تأتي بهدوء الصوت وهدوء الكلام وهدوء الألفاظ. يعني إيه؟ يعني في إنسان صوته هادي لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشارع صوته. في إنسان صوته زي الطبل، دقيق وعلو، ولا تشعر بهدوء الصوت، أو الصوت فيه حدة معينة، أو الصوت فيه غضب أو نرفزة، أو الصوت فيه علو أو صخب، أو لا تجد سلاما في صوته ولا هدوءا في كلامه. الإنسان الهادئ بقلبه، هادئ بأعصابه، هادئ في صوته، وهادئ في ألفاظه. في شخص يعبر عما في قلبه بألفاظ هادئة، وإنسان يعبر عما في قلبه بألفاظ صاخبة، وإنسان يعبر بألفاظ سائرة، وإنسان يعبر بألفاظ جارحة. إنسان ألفاظه مختارة منمقة، وإنسان آخر ألفاظه كرجم الطوب. مسألة هدوء الألفاظ، هدوء الألفاظ. هل بتستخدم ألفاظ هادية ولا لا؟ السيد المسيح لما كلم المرأة السامرية وهو يكلم امرأة خاطئة
كلمها بأسلوب هادئ، قال لها: حسنا قلت إنه ليس لك زوج، حسنا قلت، لأنه كان لك 5 أزواج. زي ما قلت في مرة إن ما كانوش أزواج، لأن لو كانوا أزواج ما تبقاش خطية. لكن السيد المسيح استخدم الأسلوب هادي مقبول، وختم العبارة بكلمة: هذا قلت بالصدق. لدرجة إن المرأة تأثرت من هدوء ألفاظه وهدوء حديثه، وقالت له: يا سيد، أرى أنك نبي، وذهبت تبشر به. هدوء الألفاظ. أنصح كل إنسان أن يتباطأ في كلامه ويتخير الألفاظ قبل أن يقول. الألفاظ المتعبة غالبا يقولها الإنسان في سرعة، في اندفاع، ما عندوش فرصة في السرعة أن ينتقي الألفاظ ويتخير الصالح منه، فتأتي ألفاظ غير هادئة. لكن الإنسان الروحي يستمع إلى قول الرسول يعقوب الرسول: ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب، لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله. مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب، لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله. يريد كل واحد يراجع ألفاظه التي يستخدمها، ويرى هل هي هادئة أم صاخبة أم جارحة، فيها هدوء أم فاقدة لهدوءه. مع هدوء الأعصاب وهدوء الكلام وهدوء الصوت يوجد هدوء الملامح وهدوء الحركات. الإنسان الروحي تنظر إلى ملامحه تجد الهدوء يملك عليه كوجه ملاك، وإنسان آخر تنظر إلى ملامحه فتجد الغضب والتحفز والاستعداد والمقاومة والثورة، دقيق في الملامح، ملامح غير هادئة. الملامح الهادئة محببة إلى النفس، والشخص الهادئ الملامح يبعث الهدوء في غيره. من أفضل الأمثلة لهدوء الملامح القديس الأنبا أنطونيوس. قال عنه القديس أثناسيوس: من من الناس كان مر النفس أو مضطرب القلب ويرى وجه الأنبا أنطونيوس إلا ويمتلئ بالسلام؟ من من الناس كان مر النفس أو مضطرب القلب ويرى وجه الأنبا أنطونيوس إلا ويمتلئ بالسلام؟ ولذلك صدق ذلك الذي قال للأنبا أنطونيوس: يكفيني النظر إلى وجهك يا أب. مجرد النظر إلى وجهه، إلى وجه الهادئ الهادئ، يأخذ هدوءا لقلبه. والسلام الذي في قلب الأنبا أنطونيوس ممكن أن يفيض منه سلاما على الآخرين. ده في ناس في العالم بيجوا الأديرة لكي يروا الرهبان في هدوئهم
ووجوههم المملوءة بشاشة والمملوءة سلاما لكي يأخذوا درسا من غير أن يتكلم الراهب. لكن الراهب اللي دايما مخشر، دايما متنرفز، دايما ساخط، دايما تعبان، دايما مضطرب، وجهه كده ما تجدش فيه صورة الله أبدا أبدا. كن هادئا وكن مصدرا لهدوء غيرك. الشخص اللي يفقد هدوء قلبه وهدوء أعصابه يفقد أيضا هدوء حركاته، ده ما يقدرش يوصل الليل. واحد عايز يجري ويروح ويضطرب ويخرج ويجي ويقعد ويقف، ما فيش حركات غير هادئة، هيجي الهدوء منين؟ ده لما تعب أنبا موسى وأنبا إسزيروس قال له ارجع لقلايتك، قال له لا أستطيع يا أبي، مش قادر. ليه مش قادر؟ القلب من جوه تعبان خلاص. هدوء الحركات، حتى في انسان يفقد هدوء القلب او هدوء اعصابه تلاقي حركات ايده وحركات مشيه. في انسان يمشي بهدوء وانسان يمشي بعصبيه، انسان يمشي بعنف، واحد يمكن يقطع عشرات الخطوات في ثواني معدودات، الاضطراب اللي جوه بيخلي المشي سريع، بيخلي الحركات عنيفة. وممكن أن يستنتج الشخص هدوء القلب من هدوء الألفاظ وهدوء الحركات وهدوء الملامح. الشخص الهادئ يختبر هدوءه على حقيقته إن تعرض لشيء يفقد الهدوء ولم يفقد هدوء، وإن تعرض لأسباب خارجية ممكن أن يقترب لها ولم يقترب، حينئذ يكون هدوءه هدوءا راسخا غير متزعزع. ما نفتكرش ان الشخص الهادئ سبب هدوءه هو البعد عن المشاكل، لا، ده كل انسان في الدنيا ممكن يكون هادئ اذا كانت مفيش مشاكل، لكن يختبر هدوء الإنسان إذا كانت فيه مشاكل وهو لسه هادئ. يعني أضرب لكم مثلا، خذوا مثالا يوسف الصديق، عايزين مشاكل أكتر من كده؟ واحد يتآمر عليه إخوته ويلقوه في البئر، ويتآمرون عليه ويبيعونه كعبد، ويخلص كل الإخلاص كعبد ويلقى في السجن، ومع ذلك لم يفقد هدوءه، لم يفقد هدوءه حينما بيع وحينما ألقي في البئر وحينما اتهم بتهمة باطلة ورديئة وحينما ألقي في السجن، ظل محتفظا بهدوءه. خذوا مثالا العذراء مريم، ولأول مرة في تاريخ البشرية ولآخر مرة تجد عذراء نفسها حبلى، حاجة مش معقولة، وماذا يقول عنها الناس؟ وإن كانت قد نظرت البتولية فماذا يقولون عنها؟ وتقبلت الأمر في هدوء وفي صمت ولم تتكلم حتى مع خطيبها، لدرجة أنه فكر أنه يخرجها سرا لولا
أن كلمه الرب في حلم عن طريق ملاك، كان أخرجها وهي هادئة هادئة وساكنة لا تضطرب ولا تفعل. إبراهيم أب الآباء أتاه أمر أن يقدم ابنه محرقة ولم يضطرب لهذا الأمر، مع غرابته ومع شدته ومع إنه أمر مؤلم وصعب التنفيذ، ولابن وحيد وأتى بعد سنوات انتظار. لم نسمع إطلاقا أن إبراهيم أب الآباء اضطرب لهذا الأمر الذي يبدو غريبا. هو القلب القوي الذي يحتفظ بهدوئه في المشاكل، يظل كما هو. المشاكل كالأمواج التي تلطم صخرا في البحر فلا تقوى عليه، وكالزوابع التي تصدم بيتا على الصخر فلا تقوى عليه. المشاكل موجودة لكن القلب أقوى منها، القلب أقوى من المشاكل. ده الإنسان الهادئ، الإنسان الهادئ الذي يتقبل المشكلة في هدوء ويحل المشكلة في هدوء ويحل المشكلة بهدوء. يعني إيه؟ يعني لو الإنسان فقد هدوءه مشكلته تزداد، لو الإنسان فقد هدوءه مشكلته تزداد. إن جلس في هدوء يستطيع في هدوء أن يحل المشكلة حلا عاقلا حكيما دون اضطراب من الداخل. دي من جهة المشاكل التي تعصف بالناس ولا يفقدون هدوءهم. تصوروا الشعب أمام البحر الأحمر وفرعون وراءه، البحر أمامه وفرعون وراءه، شيء ممكن أن يفقد الهدوء، الشعب اضطرب. أما موسى فلم يضطرب ولم يفقد هدوءه، لسبب إيه؟ لسبب الإيمان الموجود داخل القلب. وإذا الإنسان كان عنده إيمان لا يفقد هدوءه أبدا، إنما يفقد الهدوء من يفقد الإيمان فيرى أن المشكلة بلا حل. يفقد الهدوء من يفقد الإيمان ويرى أن المشكلة بلا حل، ويرى أن الله لا يحل له إشكاله، فيعتمد على ذراعه البشري لكي يحل إشكالاته فيفشل. الناس الهادئين في المشاكل لا يضطربون، لا يضطربون إطلاقا، بالإيمان تتحل المشكلة، بالحكمة بالعقل تتحل المشكلة، بالصبر بالاحتمال تتحل المشكلة، بالصلاة بالصوم تتحل المشكلة، لكن لا يضطرب القلب من الداخل. ثم أيضا هل الاضطراب بيحل مشاكل؟ مش معقول، بيعقدها. الشخص الهادئ شخص قوي، الشخص المضطرب الثائر شخص ضعيف، لأن القوي يحتمل أما الضعيف فلا يحتمل. ولذلك قال القديس بولس الرسول
وأطلب إليكم أيها الأقوياء أن تحتملوا ضعف الظاهر. فالذي يحتمل هو شخص قوي، يحتمل دون أن يضطرب، دون أن ينزعج، دون أن يفقد سلامه، دون أن يفقد هدوءه. فقد السلام وفقد الهدوء دليل على فقد الإيمان كما قلت لكم، لأن الذي يؤمن إن الله موجود وإن الله محب وإن الله سيتدخل وإن الله سيحل مش ممكن يفقد سلام ولا يفقد هدوء. وفقد الهدوء هو أيضا فقد لعمل الروح القدس في القلب، لأن من ثمار الروح محبة وفرح وسلام، فاللي بيفقد الفرح والسلام فيضطرب يبقى بيفقد ثمار الروح القدس في القلب. ممكن ان الهدوء يكون طبيعة في الانسان ولد بها، انسان له وداعة في الطبع منذ ولادته منذ طفولته، وفي انسان يكتسب الوداعة والهدوء بالتداريب الشديدة العنيفة بالانتصار على الذات كما فعل القديس موسى الأسود. موسى الأسود لم يولد هادئا وإنما كان عنيفا في طبعه، لكن اكتسب الهدوء بالتداريب الطويلة بالانتصار على النفس. فحاول أنت أن تنتصر على نفسك وتكتسب الوداعة في الطبع ولو بالتدريب الشديد، ولو بالتدريب الشديد. ولو بالصلاة اطلب من الرب أن يعطيك هدوءا، وإحنا في صلاتنا بنطلب كثير من أجل الهدوء، من أجل الهدوء بنطلبه، من أجل السلام الداخلي والخارجي بنطلب. وأعرف أن الوداعة والهدوء من أولى صفات السيد المسيح له المجد. قال تعلموا مني فإني وديع متواضع القلب، يعني حط الوداعة أول حاجة نتعلمها. وقيل هو ذا ملكك يأتيك وديعا وراتبا على جحش بن أثان. وكان السيد المسيح هادئا جدا في حل المشاكل، وهادئا جدا في مقابلة أخطاء الآخرين. تصوروا كم فعل الكتبة والفريسيون بالسيد المسيح، سلسلة من الانتقادات الشديدة يتقبلها في هدوء، سلسلة من الشكوك يتقبلها في هدوء، سلسلة من الاتهامات له في دينه في عقيدته في روحياته. بيقولوا أليس حسنا قلنا إنك سامري وبك شيطان؟ قال السيد المسيح طب ورد إيه على السيد المسيح الكلام ده؟ ولا حاجة، تقبلها في هدوء ومرت. قالوا له أنت ببعل زبول بتخرج الشياطين، ببعل زبول يعني يشتغل شغل الشياطين، وتقبلها في هدوء ورد في هدوء وفي إقناع، في هدوء وفي إقناع. يعني مش قال إيه اللي بتقوله ده؟ ده كلام ده؟ ده كان يقدر ينزل نار من السماء تاكله،
لكن لما قالوا له انت ببع لزبول بتخرج الشياطين وقالوا له اكتر من مرة جاوب في هدوء قال لهم طب ما لو كان الشيطان يخرج شيطان يبقى الشيطان انقسم على نفسه وكل بيت ينقسم على نفسه يخرج معقول الشياطين ينقسم على نفسه كلام اقناع مش رد بانفعال رد بعقل واقناع وهدوء ومرة قال لهم طب لو كنت انا بخرج الشياطين ببعل زبور رئيس الشياطين فأولادكم بمن يخرجون اللي هو تلاميذه أولاد اليهود اللي قصاد دول بيخرجون منه كمان هم رخلين مخويين رئيس الشياطين رد بهدوء اتهموه بأنه كاسر السبت وناقض الشريعة لم يثر إطلاقا إنما أجاب بهدوء وشرح لهم كيف يحل فعل الخير في السبوت قال لهم طب الختان اللي ممكن تعملوه في السبت ده الكهنة يدنسون السبت وهم أبرياء لو وقع حمارك في يوم سبت ألا تقيمه في هدوء وكان هدوءه ينتصر عليهم وليس ثورة ولا ضجيج اتهامات كثيرة جت للسيد المسيح كان يرد عليها في هدوء شديد وبإقناع وبحكمة تسكت الذين أمامه دون أن يصيح أو يسمع أحد في الشوارع صوته ياريت نمسك حكاية الهدوء دي في سير القديسين وأمثلتها الكثيرة لكي نتعلم الهدوء الهدوء في الرد الهدوء في مقابلة الإهانة الهدوء في معاملة الناس الهدوء في التعامل مع المشاكل الهدوء في كل نواحي الحياة لأن بالهدوء يتميز الشخص الروحي عن غيره نكتسب كده والإله من المجد